السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة باصات جديدة سنة 2024 واللي هي البابليك ترانسبورت سيميليتر 2. طبعا يا جماعة هاي اللعبة تنزل على الاندرويد حاليا وقريبا ان شاء الله على الايفون. رابط تحميلها لو اسفل المقطع بصندوق الوصف. طبعا هاي اللعبة كان في منها نسخة قديمة، فكانت قبل 9 سنين على ما اذكر، فحبوا المطورين يرجعوا يعدلوا عليها، يحدثوا ويضيفوا عليها اشياء جديدة ويرجعوا ينزلوها بنسخة جديدة، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله تعجبكم، قيموا لها من 10. وبداية يا جماعة الخير، لا تنسوا تصلوا على النبي، لا تنسوا من اللايك شكر في زر الجرس حتى كل جديد، ولا تنسوا حساباتكم الجديدة بصندوق الوصف. والله يا جماعة بترككم على المقطع مشاهدة ممتعة. ومثل ما شايفين يا جماعة الخير حاليا نحن في الواجهة الرئيسية. طبعا اللعبة اوف لاين، ما فيها اون لاين حاليا، يمكن ينضاف عليها في الايام القادمة، هذا الشيء مو مبين لحد الان. رح ندخل مباشرة على قسم الجراج نشوف الباصات الموجودة. طبعا اللعبة عالم مفتوح، بتتجول بتروح بتجي وكذا في الباص. فحاليا مثل ما شايفين في عنا هون عدة باصات رح نشوفهم مع بعض. طبعا اللعبة نقل داخلي يا جماعة، ما يسفر بين البلدان، يعني مثل مبدأ لعبة الباص سيميليتر 2023. طبعا يا جماعة في عنا هاد الباص وفي عنا هاد، اغلبهم مان وفولفو يمكن، ما شايفين. حاليا في عنا باص عيطينا اياه اللي هو هاد. رح ندخل مباشره لقسم التعديلات ونرجيكم شو في اضافات بتقدر تضيف عليه. طبعا مثل ما شايفين هون في عنا جنوطه، في عده جنوطه عن جد كتير حلوين، ويعني ما موجودين بغير لعبه صراحه، فعن جد في اشياء كتير حلوه، بس حاليا ما رح اقدر اجربهم او نركبهم على هذا الباص. غالبا رح يكون في مقطع تاني رح نعدل على باص نظبطه هيك ونطلع فيه جوله وكذا. فحاليا مثل ما شايفين هدول الاشياء ما رح اورجيكم اياهم بشكل كامل. مثل ما شايفين بامكانك تعدل على الدركسيون، كمان تحطه دركسيون كلاسيكي ديناميكي جديد كذا قديم اللي بدك اياه. كمان بامكانك تعدل على لونه، مثل ما شايفين في عنا جنزير هون، بامكانك تحط جنزير بدل الدركسيون. فرح نشوف باقي الاشياء. مثل ما شايفين هون في عنا حصاله، بامكانك تضيف حصاله كمان داخل الباص. بس هاي الشغله شو بنقدر نعمل فيها ما بعرف صراحه، راح نجربها ان شاء الله في المقطع الجاي اذا كان قدرنا نجمع حقهم، لاني مع الاسف اسعارهم شوي غاليه. مثل ما شايفين هون بامكانك تضيف هاي اللي بتدفعوا فيها وقت تطلع يعني بالكارت وكذا. في عندنا هون كمان حصاله من الداخل مثل ما شايفين، يعني شيء مرتب بس اسعارهم كثير كثير غاليه، فشلون راح نقدر نشتريهم ما بعرف. مثل ما شايفين هون التعديلات الداخليه في اشياء كثير حلوه، شايفين شيء مرتب. نشوف الشيء اللي بعده كمان، في عنا شيء تاني بامكانك تحط اناره من فوق وكذا، راح نشوفهم هدول. هدول الانارات ما شايفين قدامكم، هي من الاعلى بتحط بار يعني، وفي عنا بالاسفل يمكن بتحط كمان اناره وما اناره وبتظبط امورك بالشكل. طيب يا جماعه بامكانك تعدل على اللون مثل ما قلنا لكم، كمان تحط سكين، بتضيف اشياء داخليه خارجيه، بتعدل على الكراسي الجوانيه، بتحط اللون اللي بدك اياه بهالشكل. بامكانك كمان تحط لون للجنط، تعدل على لون الجنط مثل ما شايفين يا الشكل هاد. في الوان كتير، في عندنا كمان بتعدل على لون الدركسيون وحتى العدادات، هدول كلهم بتقدر تظبطهم. قسم الاعدادات فيه كتير اشياء، بامكانك تخفي الموسيقى بتعليها، بتعدل على الكنترول على الجرافيك، هالاشياء هي يعني بتظبط الاشياء هي على كيفك. في عندنا هون كمان تحط الخيال ما خيال الاف بي اس، هالاشياء هي بتظبطوها حسب ما بدكم انتم. قبل ما ندخل نجرب اللعبه من جوا، في عندنا هون على الطرف اليمين في عندنا اشاره البنزين واشاره الغسيل، بامكانك تغسل الباص وبامكانك كمان تعبي بنزين، لاني اذا كان خلصت هي اشاره البنزين فلازم تشاهد اعلان او مثلا تشوف لك شي طريقه لحتى تجمع فيها، لاني مع الاسف بدون بنزين ما بتقدر تلعب في اللعبه. حاليا دخلنا عليها مثل ما شايفين، حاليا نحن في الجراج تبعنا هون. في شكل داخلي للباص كمان. طبعا جرافيك اللعبه يمكن يعجبكم يمكن لا، ما بعرف، قيمونا من 10 شو رايكم انتم. هذا هو الباص من الداخل، بسم الله خلينا ننطلق. طبعا الباص بتحسوه باص الله العليم، يمكن كهربائي لأن صوته كتير خفيف. اديله، في حدا؟ ما في حدا. الله يا حبيب، اللعبة كتير سلسة يعني لأبعد الحدود. صوت الباص كتير كتير ناصي، يا دوب عم بسمعه يا جماعة. طبعا هون ما في انه شيء تدخل عليه وانه تختار الطريق بدك تروحه وكذا، مباشرة بس من ضغطت على ستارت بتلاقي بيدخلك في الخريطة وبتروح بتمشي وبتوصل ركاب وتوقف على المواقف، مثل ما رح نوقف هون شغلي غماز بهالشكل. ايوه تهديله، نفتح الابواب مثل ما شايفين قدامكم، وهي بلشنا الركاب يطلعوا. حلو اطلع، طبعا في ناس تطلع في ناس تنزل. حلو سكر الابواب، طبعا اذا مشيت بدون ما تسكر الابواب بتاخذ مخالفة فدير بالك.
شغل غمازك. الله يا حبيبي على الطريق. طبعا بإمكانك تعدل على وضعية السائق من هون، تاخذ يمين يسار، ظبطوا بالشكلات، شو رأيكم؟ ها؟ هيك الوضع أفضل، ما صرنا نشوف الدركسيون أفضل من السابق. سكر لي هدول، بس الصوت كتير ناصي. يا ترى إذا خالفنا شو بيصير؟ ما بيعطوك مخالفة، حلو كتير. طيب هدي هدي، إذا دسنا فرين قوي شو بيصير؟ ما صار شيء، الحمد لله إنه ما بيعصبوا كمان، لأني إذا بيعصبوا وتعب بقى اتقتل مع الزباين، وهذا عصب وهذا ليش دست فرين قوي وليش ما أدري شو، فمشكلة. حلو، في عنا وحدة ما ركبت، سكر لي الأبواب. الله يا حبيبي. حلو، بسم الله، انطلق. طبعا من تحت عم بيكتب لنا الأسعار اللي عم ناخذها منهم، أسعار التيكيت وما تيكيت وهيك شغلات. رح نطلع على اليسار طبعا، لف الدوار. خريطة كتير حلوة صراحة، والبوتات محدثة. طبعا اللي بيعرف النسخة القديمة لهي اللعبة، عن جد كانت بزمانها لعبة كتير كتير حلوة. يعني كان على زمانها ما في ألعاب باصات هيك تكون فخمة وكذا، فكانت مسيطرة. وهي اللعبة حاليا بدك تقول يعني لا بأس فيها صراحة. هدي يعني ركاب هون، وقف، افتح لي الأبواب. يلا أخوي، ما شايفين؟ ركب يا حبيبي، ركب. يلا حلو، في حدا؟ ما ضل حدا. لا لا لا. Next stop, Jupiter Road 1. تحس المدينة فرنسية يمكن، أو بلندن، أو مدري وين نحن بالضبط، مو معروف لحد الآن. بس الوضع بهالشكل هاد، حاليا صارت الدنيا ليل كمان. أوف هدي، منيح ما عم نعمل حوادث. تحس ايدين السائق معوقين، الله وكيلكم. طلع ما بيعرف يمسك الدركسيون. هاي يسار. الحلو بالموضوع انه اذا بتخالف اشارة ما بيخالفوك. اديله. يعني عندنا موقف هون. جيت زمر. يا عين عليك، هاي بريك هون. حلو. وقف لي هون لالك. اوبا. هات لشوف. افتح لي الابواب. حلو. لو بنقدر مثلا نحاسبهم بشكل يدوي بكون طريقة كمان حلوة. طيب حاليا كم موقف لازم نوقف عليه لسه كمان لحد الآن ما بنعرف، يعني الوضع مثل ما قلت لكم، بس بندخلت عملت ستارت بتلاقي بحطك نص اللعبة وبيبلش بتروح يمين يسار وتروح على المواقف وهيك. مو معروف كم موقف لسه رح نروح عليه ونوقف وكذا. في اشياء يمكن لسه لحد الان ما بنعرفها. حلو، في عنا واحد بده ينزل، شفته شغل لي الضو بده ينزل. قدي يبس على الزر. طيب اللي بده ينزل يا حبيب، ها شفتوا نزلوا. حلو، وصلنا لآخر موقف يا جماعة الخير. مثل ما شايفين قدامكم حاليا بهذا الموقف، شو أخذوا مننا هون؟ أعطونا تقريبا 320 دولار و 225 اكس بي. حلو كتير. بإمكانك تشاهد إعلان وبيعطوك هون دبل يمكن، أو بيعطوك 80 دولار أو شو بيعطوك بالضبط على مشاهدة الإعلان، يعني بزبطوك، عرفتوا كيف؟ فبالشكل هذا هي مبدأ اللعبة، إن شاء الله يكون عجبتكم. قيمونا من 10 حبيتوها ولا لا. بالنسبة لي كتير كتير حسيت هيك لعبة سلسة ومسلية صراحة، ما هيك إنه يعني بتلاقي في أماكن متشابهة أو كذا. الخريطة كتير حلوة، بدها شوية تعديلات إضافات، مثلا تقدر تحاسب المشترين أو الركاب بشكل يدوي أو هيك شيء، بيصير في عليها إضافات حلوة، بس هدول إن شاء الله بالتحديثات القادمة يمكن يصيروا يمكن لا. فتحياتي لكم، لا تنسوا الصلاة على النبي، لا تنسوا اللايك، اشتركوا في القناة، تابعوا كل جديد، ولا تنسوا حساباتنا الجديدة بتنقل صف. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.